القصة بتاعت الحجر بتقول إن العذراء كانت أم فبترضع طفلها سيد المسيح، وكانت ساندة على حجر أثناء الرضاعة، وبعد ما سيد المسيح يعني شبع تساقطت بعض من قطرات اللبن من الثدي اللي السيده العذراء مريم على الحجر. فبيقول التاريخ كده ان في الحال الحجر ده نصع في البياض، بقى شكله زجاج بلوري، بقى لونه مختلف تمام. وبيتامل فيها الاباء ان العذراء حتى يعني حست ان هو مش بس جاي ينظف القلوب، ده كمان اي حاجه بتاخد من اثار السيد المسيح بتتغير تماما. ولما الحجر ده فضل موجود في مصر لغايه لما جه نابليون بونابرت وخده معاه لفرنسا، وهو حاليا موجود في متحف اللوفر. ده في نفس القصه دي في بيت لحم برضو، كنيسه الحليب في بيت لحم نفس القصه بالظبط، كلها لونها ابيض كده يعني. في قصه كمان موجوده في بلبيس ليها علاقه بعساكر نابليون او جنود بالنابليون، ان العائله المقدسه استظلت تحت شجره في منطقه بلبيس. الشجره دي بعد كده سموها باسم شجره مريم نسبه للعذراء مريم. بيقال كده ان لما الجنود جم يقطعوا شويه من الاخشاب علشان يطبخوا او يتدفوا من النار عن طريق الخشب، بمجرد ما الفايس لمس الشجره الشجره بدات تدمي، فتوقفوا في الحال طبعا وانزعجوا، وعرفوا ان دي ليها اكيد قصه او يعني ليها ارتباط بالعائله المقدسه. فبلبيس مشهوره بالشجره. في ميمر لانبا زخارياس قال كمان ان السيد المسيح وهو طفل اقام ميت هناك.